بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك الله فيكم. كديار كتمان محدث في عالم قديمة جاء صفات باري تعالاش قديما نسبة لبين قديم واجب الوجود دا مورد بحث كنسبة شيا بعض العلماء لترى وبم تقديم أعم مطلقة شامل الذات باري تعالى وشامل الصفات باري تعالى جدي بلان واجب الوجود لذاتي فقط شامل الذات باري تعالى جدي. بعض العلماء معتقد كمساواة في الصدق يعني هي وكو حميد الدين الضريري كأوبيوايا صفات باري تعالى هروكو قديما واجب الوجود لذاتيشا كوابو هم قديمة واجب الوجود لذاته هي هم واجب الوجود قديم لذات قديمة ونقل بعض الشكر كواجب قديم مترادفا طبعا أوقفا مردود بو ترادف يعني نية مفهومي متغيرة ديالة منزولي أو بعض الشكر مترادفة منزولي ترادف مصداقية تمام مستوى في الصدق منزولي جاء في شباب جنسر دنبالي بحثة كمان خلصة لو بحثة أويكا الشاعرة هر همويا إجماعيا لسرى كالصفات باري تعالى زائدا من ذات باري تعالى أو إجماع كالصفات باري تعالى زائدا لسرى ذات باري يعني عين ذات باري تعالى نيب علم حياة قدرات إرادة سمع بصر كلام أو حوض صفتها زائدا لسرى ذات باري تعالى فنيا ذات باري تعالى ذاتها اوانش صفتها كم قائما ابو ذاتها ففي جواني معتزله كبيانوايا او صفتها عند كبيانوايا او عين ذاتها كان او غلط او رايه تدقي شلون جاء شاعر او اجماع يعني ترى تدقي شلون جاء كاجماع يعني ترى وهي كصفات زائدا بل بوخان اختلافاتك يعني هي اختلافاتك شان او بعض كان بيانوايا كزائدا لسرزات عين ذات نين غير ذاتش نعينا نغيرش غيري بمعنى جائز الانفكاك هل هي شو؟ دي فس كوابو اگر او اجماع هاك الصفات زائدا للسرزات او اختلاف تدانية لبين اشاعر هذا اختلاف لو ده هي كزائدا للسرزات ايا غير ذاتا يعنى هندكيان معتقدا كان عين ذاتا نغير هذا وقت ما روية لكل شيخ اشعر شاكا؟ جاء اگر نعين بن غير بن فس كوابو ممكنش يان فينا كتريد فينا الممكنة شوكي ممكن اوه يكل وجود خويدا احتياجي بولاي غير هبي او صفاتانا نياز يان بولاي ذات باري تعالى بلان ذات باري تعالى و اوانا و غير مينا فاني اخر خاص او وقت صفات باري تعالى دبنا قديمي بالزمان وواجبشن بسبب ذات باري تعالى نقب حقيقتي خويا واجبنين لبر ذاتي خويان واجبن لبر ذاتي باري تعالى ظلام فيشان نالن واجبي بالغير شنكي نخو اوانا واجبن لبر ذاتي خدا ذاتي خداش غيري وان هركو عين جنيه كده قيش وانا زور ساك ادي واياد شان فيدا كتري ظلام قديمي بالزمان واجب الوجود نب ذاتي خويان نب غيري خويان واجب الوجود ظلام وجوبي وجودا كان نلبر ذاتي خويانا نل بر غيري خويانا بل كل بر موصوفي خويانا كموصوفكش غيري وان نيه واجب الوجود موصوفي دي واجب الوجود بل واجب الوجود نال لبر ذاتي خويانا او جار ناجل لبر غير بكو ايما واجب الوجود بالغير وجودي من واجبة بسبب وكت باري تعالى امني خلق كردو تازا واجبة هبم دي بل بصفات ام ناش كتري واجب الوجود بالغير بو شك واجب الوجود بسبب ذات باري تعالى خو ذات باري تعالى غير نبوانا فالظلا واجب الوجود لا لذاتها ولا لغيرها او تعبيري بعض الكلام تيجي ايش تشونا بس كوابو واجب الوجود بالذات يك فردي هي كذات باري تعالى واجب الوجود بالذات فقط او فردي هي كذات باري تعالى بلان قديم هم شامل ذات باري تعالى دي قديم بالزمان هم شامل صفات باري تعالى دي كوابو لبين واجب الوجود بالذات ده ولبين قديم ده شهية دلن او انا دلن مساواة هيا باشا بو مساواة هيا شون كيني
قديم شامل فردك نهات غير فرد واجبي قديم شامل صفات دي بلان واجب الوجود بالذات شامل صفات نهاتوا او قديم شامل فردك هاتوا كصفات كأو فردية آية غير فرد واجب الوجود يا غير الله كفرد واجب الوجود يا نا تو قديم شامل فردك نهات كفردك غير فرد واجب بلا قديم فرد زياتري هيا شامل الذات باري تعالى دي شامل الصفات دي واجب الوجود فقط شامل الذات دي بلان بعين حال ده هر مساواة شان هيا شو كقديم او فرد الزيادية كشامليات كصفات غير فرد واجب نيا هركو عيني وجنيا تجيش لي او تعبير زور دقيقة ها حالي هشون زور شانك او بعضك يا بعضك شان دلان ولا صفات كديرة اجماع لسلك صفات زائدا او انا دلان غير ذات شان زائدا لسر ذات غير ذات شان هلا اشاعره هل غير معنى لغوي يرى غير معنى لغوي عيني نديبة وهو حمل ناكل او بغير شي ناو دبا او انت بغير ناو ندب حالي هشون او انا دلان صفات غيره كغير بون بس كوابو صفات دبنا ممكنش دبنا قديم ذات باري تعالى قديم وواجب الوجود بالذات بلان صفات باري تعالى قديما اما واجب الوجود بالذات كوابو هم واجب الوجود بالذات قديمة بلان بعضك لقديما واجب الوجود بالذات نيا كتشيا كصفات باري تعالى اقر وابتا لبين واجب الوجود بالذات لبين حادث بالزمان دا واسطه يا بعض اشتكى واجب الوجود بالذاته وكذاتي باري تعالى بعض اشتكى حادثي بالزمانه كايمه بعض اشتكى ان واجب الوجود بالذات ان حادثي بالزمانه كصفات باري تعالى واجب الوجود بالذات مين حادثي بالزمانش مين اگر صفات شنا ولا صفات تحد ذات خويا عند ممكنا جائز الوجود حادثا بحدوثك ذاتي نك بحدوث زماني حادثا بحدوث ذاتي بمعنى نيازيا هيبو موصوف كذات باري تعالى و تحدي الذات اخويا عنده بلان واجب الوجود بسبب ذات باري تعالى ذا عين حالج ذا قديم بالزمان حالي هيشون زور شاكا اوش قصي او بعضيا او جارة كان جا كبرة دلاء اقل صفاتا كان ممكنة بن اقل وابي نيازيا بولاي فاعل هيا يدي خدا من فعل فاعل ابوه كفاعل بي لازم لي وانا محدث بنوكو فيشين ابو اسدالي اني اخر امش دلاء نخي چونکه اوانه پی انوای خدا فاعلی که موجب نسبت به صفات انا که فاعلی موجب بو صفات دبن مقتضای ذاتی باری تعالی که ابو هر کو باری تعالی ابتدا به وجود کینه بو صفاتش ابتدا به وجودی ان نیه خدا فاعلی وانه اوان معلولی باری تعالی بلا معلولی کی ایجابی خدا فاعلی که موجب نسبت به ایجابش به صفات کمال ده نقص نیه بلکه عینی کمال حالی هی سلام سر قولی اول خدا نسبة بالصفات نفاعل موجب نفاعل أصلا موصوفة قابلا فاعل هرني فاعل هرفي نفتر نسبة بالصفات حالي هشون أود قول ما وتوقعوا لحميد الدين الضرير لو دو حميد الدين الضرير بخشي لأشاعرة حميد الدين الضرير لو دو قصانا لو دو طائفانا لكم طائفة حالي هشون ديارة لو كسانية كفيوة صفات غير ذاتي باري تعالى صفات شنا؟ غير طائفة دوما دل استفاد غير فقط قائلة بمساواة لبين واجب ولبين قديم بالزمان لو ذاك استفاد غير باري تعالى دقل بعضك دوما لو ذاك واجب وقديم مساواة ينهيا دقل بعضك أولا دلان دقل بعضك أولا شنية لواقع شو كأوان فيان واجب مساواة ينهيا واجب وجودي بالذات دقل قديم بو معنى فردك قديم كصفات غير فرد واجب النبو بو معنى نقبو معنى شامل فردك دهات دلان فردك غير فرد واجب النبو او دلان نا او كمستواتك ومعنى دك دلان قديم شو واجب الوجود بالذات هرج كان هم شامل الذات باري تعالى هم شامل الصفات ده صفتان اشهر بشي دادنه واجب الوجود بالذات دادنه بنا بو معنى كواجب الوجود ومعنى دك وكمعنى كشي دقيقة كأوج أو واجب الوجود يعني بمعنى نيازي يعني بمعنى وجودك بسبب غيرك نيا احتياجي بلاي مؤثر نيا صفاتك كانش احتياجي بلاي مؤثر نيا كواب واجب الوجود بالذات قديمش ذات باري تعالى واجب الوجود بالذات قديمش عليه شو أوش قصة حميد الدين الضريب أقرب التفاوت لبين أو في طائفة معلوم بويدي فنيا هرتك شان شنا أشاعرة جا
ما ألا أنا كان لبي مطلب إما ده كل ده أو دو ديدقه ما بوهاتو تبيشي كأي صفات واجب الوجود بالذات يعني ممكن لحد ذاتي خوياً ده واجب الوجود لبر ذاتي باري تعالى جاء يا غير شان في ده كتري أنه كتري أو بحثة كتر حالي هي شو؟ الآن أو ثابتين كأي صفات واجب الوجود لبر ذاتي خوياً كأو ديدقه حميد الدين الله ريرا كأوقت لبيني واجب قديم جدا مساوات غودة ده يعني ممكن لحد ذاتي خوياً ده واجب الوجود لبر ذاتي باري تعالى نقل لحد ذاتي خوياً ده بني آخر لحد ذاتي خوياً ده ممكناً بلان واجب الوجود لبر ذاتي باري تعالى شو خدا فاعلك موجبة نسبة بوان حالي هاي ما مصدف فرميتاً وهذا كلام في غاية الصعوبة او عندما خند وودو خطب الله ما دخيننا بوك بعد بني آخر وهذا يعني شبلين واجب الوجود بالذات دقال قديم مساوات يعني هيا بسبب وكبلين واجب الوجود عامة وشامل استفادة باري تعالى جهات وكديد جاي حميد الدين الضريرة شبلين قديم عامتلا لواجب الوجود غنيا قديم عامتلا لواجب الوجود كأوقت ويريد استفاد لحد ذات خويا عندما ممكن بن أو دو ديد جانا هر دو كان كلام في غاية الصعوبة كلامك لهنا هذا درجة صعوبة هر دو كيشان حالي شون جلق ديد جاي حميد الدين الضريري كدلي واجب الوجود دقل قديم مساوات يعني هيا واجب الوجود بالذات شامل استفادة يعني استفادة واجب الوجود بالذات بوشي لغاية صعوبة دايا أو جال أو يتريان بو لغاية صعوبة دايا أو أول جل فإن القول بتعدد الواجب لذاته منافل للتوحيد شنك قول حكم كردن بواك واجب الوجود لذاته تعدد هيا هم شامل الذات خدا هاتوا هم شامل الصفات هاتوا او قصيا منافي للتوحيد منافيه لبو توحيد زي باشا كمنافي بو لبو توحيد زور سخت ايدي انسان مسلمان ده بتوحيدي هذا هل هي شو او قصك حميد الدين الضريره ايمش ده جواب ده لجواب او اعتراضي علامه تفتازاني لكلام حميد الدين الضرير فاستنباط لحاشيه كان استنباطنا إذا ترجمة حاشية منصية شورية باشا دلين أو أوقصي كواجب الوجود لذاته متعددة منافية دقال توحيد دلان دقال كان توحيد دقال توحيد فرد متصف بوجوب وجود يعني فرد متصف بوجوب وجود واحد نابع وقتي توحيد نابع بل متعدد به او منافيه دقل او توحيدي بلا منافينيه دقل توحيدي كمراده مراد لتوحيد شيء لبادي اعتقاد ده مراد لتوحيد توحيد الذات واجب الوجود توحيدي نكثر دي متصف بوجود ذاتك كذات به يعني معناه نبي قائم بالنفس به واجب الوجود به او توحيد مراده جاخو تعددي صفاتان واجب الوجودش بن لبر ذاتي خويان لبر نفسي خويان منافي نيه دقل او توحيده شكي خوي ما بذات من دانا ناون بمعنى يك من دانا ناون كواجب الوجود لبر عيني خويان هالي هاي توحيد مراد لتوحيد لباب اعتقاديات توحيد اشتكى كاشتكى الذات به وواجب الوجود به دخو اوانا الذات من بواجب الوجود بس كواب منافي نيه دقل مراد لتوحيدي كأو توحيدية مرادة لباب اعتقادية حالي شو؟ زور سعر شنكني اما وقتك كدلين اوان الذات نين فانيا؟ بادلين واجب الوجود شن لبال عيني خويان بلام كدلين ذات نين يعني شي؟ يعني احتياجيان هي بذات باري تعالى كاحتياجيان هو بذات باري تعالى بس كوابو واجب الوجود بالذات جبن مشكلة رو نادا ومنافذ دقال توحيدي مراد لباب اعتقادية دارو نادا أو جاء قول كيتر كذا يكون ولا قديم لواجب عام ترى لبيرتا قديم لواجب عام ترى شو كقديم شامل استفاد ده بل واجب الوجود بالذات شامل استفاد نايه أو وقت تشيل يرى لازم ده لو قول يرى لو قول لازم كصفات كان ممكن بل لحد وايدي أجل واجب الوجود نبل لبرزات خويان ديال لا حقيقة خويان ده بالنسبة بحقيقة خويان شنا ممكنة ده او قوله والقول بامكان الصفات قول كردن بامكان الصفات كاو قولي بعد اولها
لا شرحي ما وضيت هبتا زاني دا ونيا كالوتا صراحة نعم كنت ظلام لقولي وان رأى ولازم هادي كبلا استفاد واجب الوجود نين لحد ذات القرآن دا ويريد يعني ممكن بندي ونيا آخر ديجا قول بإمكان استفاد ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث منافية دي قال قولي علم أو قول علمان كدلن ولا هم ممكنك تشيا حادث بالزمان دلن هرشيك ممكن به حادث بالزمان أنكو دلن صفات باري تعالى واجب الوجود لذاتها نين وني آخر اسكواب لحد ذات خدا ممكن كم ممكن بون قاعدة كشتان هيا همو ممكن يدبي حادث بالزمان كواب الصفات دبي شبن لولا شو نو كنت قديم لواجب عام ترى شو كش عمل الصفات دي صفات قديمة بالزمان أو تناقل هو يلا قبكي للاكي كنتان قديمة بالزمان للاكي شو كنتان حادث بالزمان كو خونه ما كنت حادث بالزمان دل أولي دل واجب الوجود لذاتي هانين كواب ممكن في نفسها كممكن في نفسها شبن هم ممكن كش حادث بالزمان كواب أوانا دبنا حادث بالزمان شون قديمة بالزمان أدي امش جنين دلن او قتيش سخدنية او اعتراضش وارد نابي بو وارد نابي او اعتراضي شونكن دلن صفات باري تعالى واجب الوجود نين لحد ذات خوان دا بلا ممكن الوجود دجلين همو ممكنك حادثي بالزمان بلا او قاعده كه همو ممكنك حادثي بالزمان ممكنك كم مباين بلبو ذات باري تعالى قاعده كه بو ممكناتك مباين لبو ذاتي باري تعالى هل ممكنك مباين ذاتي باري تعالى بغير ذاتي باري تعالى بحادث بالزمان لا او قاعده شامل استفاد نه استفاد با ممكنه بلا ممكنك نيم كم مباين ذاتي باري تعالى بن غير ذاتي باري تعالى بس كابو او قاعده شامل يوان نهاتوا استفاد ممكن لحد ذاتي خويا عنده قديم بالزمان بلا حادث نين هرشان هم ممكنك حادثه بلا هم ممكنك مباين اني اخر ازور شاكر جمع في تفتزاني او جوابانه اينا داوتاوا حواشي او جوابان داوتاوا ما مصد جلي كالسر اعتراضك خوي دروا والقول بإمكان استفاتي ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث ما مصد الله اقابين توجيه بك او قولي كتمان كدلا استفاد ممكنا بين توجيه بك بلين فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم وهذا لا ينافي الحدوث الذاتية بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني أجر أو بعزة أو بعزة كان بعز كهمان كان كصفات واجب الوجود نينا ممكن لحد ذاتي قيادة أجر واقمان ببان بين وبلن بلا والله صفات قديمة بالزمان قديما بالزمان يعني شيء يعني بمعنى يعني مسبوقين بعدا تفسير ما كان في أقل أول درس في أمريكا ده بوم توزيع داي أو شو الاصطلاح يعني فني آخر أقل بلا والله قديمة بالزمان صفات يعني مسبوق بعدمني ذي وهذا أوش كصفات قديمة بالزمان ذن هذا يعني قديم بالزمان منافيني لبو حدوث ذاتي يعني صفات كان قديمة بالزمان بلا شنا حادثي حادث ذاتي يعني شيء بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب يعني احتياجيا يعني هي بلا ذات أقر وابلا وايلد يعني الصفات قديمة بالزمان بلانشنا بز كل ممكن فهو حادث شنو منزوع لحادث حادث بالذات هر شيء ممكن أشياء ذي صفاتش ممكن قديمة بالزمان شنو بلان حادث بالذات أقر واجواب بدنوا فهو ذي أو زعمية قول بما ذهبت إليه الفلاسفة أو قول مذهبك فلاسفة ذهبيان كده والكشيا كأوج أويا كل لقدم حدوثا تقسيم ده بيبدو قسما حدوث ذاتي وحدوث زماني قدم ذاتي وقدم زماني أو ده بيتقول كيف مذهب فلاسفة أوان حدوث تقسيم ده كان بيبدو قسما قدم تقسيم ده كان بيبدو قسما أنجوش دين واضح كان وكو فلاسفة حدوث ده كان دو قسم ده فلاسفات حادث ذاتين بلام حادث زمانيني أو جا قدم دو قسم قدم زماني وقدم ذاتي صفات قدم زماني بلام قدم ذاتي أما ذات باري تعالى هم قديم ذاتي هم قديم زمانية إيمي مخلوق هم حادث ذاتي هم حادث زماني جا أو تقسيم بندية إيكيا إفلاسفة جا باشا باهر إفلاسفة به شي إشكالية تلخوا وفيه رفض لكثير من القواعد ألو مذهب فلاسفة دا رفض ترك منع زورك لقواعد إسلامي تدايا
كمين جملة هيك كل قواعد إسلامية أو عالم حادثي زمانية أو أمتي أنواع عالم حادثي ذاتية ويا هيك كل قواعد إسلامية أو فلك كان هم ويان حادثا بحدوثه كي زماني أو أمتي أنواع قديم من بقديم كي زماني ده أجر أتوبيني حدوثي تقسيم بكبو أو قسمان أو قديم جهروالا بلا صفات باري تعالى قديم بالزمان أما حادثي بالذاتا بنيا يعني احتياجين هي ولا إذا باري تعالى تأوت تركي زورق لقواعد إسلامية عليه شلون؟ لا جواب ده. لا تاني بلين مذهبي فلاسفة لحد ذاتي خويدا كبلين حادث دو حدوث دو قسمة وقدم دو قسمة لحد ذاتي خويدا إشكالية تدانية للنتيجة جيرية كأوان داي كان إشكالية تدانية عليه شلون؟ أوان بو أو كاري دا كان بو شي لبر خاطري كبلين ولا عقل دا عقل من هنا كقديما فلك كان قديما وني آخر لبر خاطري ويتابل مثلا هاتن أشخاص كان أشخاص أبدان أو مواليد ومعادن أو أنا حادثا ظلام نوعك قديمة فلكيات قديما نظم عقول قديمة من أوان بويا أو كاريدا كان ها أوان بلين ولا فلكيات وعالم بلين عقول أو أنا قديم بالزمان أما سنة حادثي بالذات بلام إما كفرد لبو مواليد لبو فلان وأوانا هم حادثي بالذات نحاسبه أوان بويا تقسيم دي ذكية كان تالبر أو عقيدة غلطية وايا دي إما بين تقسيم حدوث بكين بو حدوث ذاتي وزماني تقسيم قدامش بكين بو قدام ذاتي وزماني بلام فيما نوابتا ذاتي باري تعالى قديم بالذات وقديم بالزمان هر دو لايها إما غير باري تعالى غير باري تعالى وغير صفات باري تعالى هم حادث بالذات هم حادث بالزمان عقولش كلا مردود وخرافات فلكياتش في منوع حادث بالزمان حادث بالذاتش فلان صفات باري تعالى تنهى أول كقديم بالزمان وحادث بالذات آية لا من دل قواعد إسلامي بنيا أو لا من دوا إما تنهى صفات باري تعالى بقديم بالزمان وحادث بالذات دانين نقوك فلاسفة بين فلكيات عقولش صلين ولا قديم بالزمان وحادث بالذات في منواع عقول هرنية فلكياتش حادث بالزمان وحادث بالذاتش تنها صفات باري تعالى واسطة لبين واجب الوجود بالذات لبين حادث بالزمان ده. تنها أول واسطة يعني واجب الوجود لذاتها نين حادث بالزمانش نين قديم بالزمان تنها أول لنا إما فلكيات عقول أوانا بواس أو دان وانا ناكي فالتواب الرفض قواعد شلي ولازم نهار حاله شون جيد ما وصلش ديارة اعتراضاتك كت جوابي نداوة تفرمي وسيأتي لهذا زيادة تحقيقين بو أو مطلبية تحقيقك زيادة لو بدوا واللي وجه دي ما وصلش أو تحقيقات ديكا جوابك عند داتوا كده كيش وانا اللي وجه دي بفي حواشي وبفي شروح وانا إن شاء الله إما جري جيش نيم معنى إذا كينا زورتك وانا وصلين